حدثني أعقل المجانين عن مقتل أغاثا كريستي. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حكاية الشعر المجنون، حيث نقول ما لا يقال ونقول الكلام الذي لو قيل من قبل لم وصل حولنا لما هو عليه الآن. في حلقة اليوم من سلسلة تاريخ الأدب المنسي سنروي لكم حكاية مقتل أغاثا كريستي. فقد ورد في عام 1926 الثالث من ديسمبر تقوم أغاثا كريستي بالاقتراب من سرير ابنتها، تقبل رأسها وتطمئن لأن ابنتها بخير، ثم تغادر المنزل، تقود سيارتها إلى مكان ما وتبقي السيارة هناك وتضع فيها جميع أوراقها الرسمية وتختفي. فيستيقظ الناس في الرابع من ديسمبر لعام 1924 وقد اختفت كاتبتهم العظيمة ولا أحد يدري عنها شيئا. نشب صراع كبير حول اختفاء هذه الكاتبة، فذهب الجميع إلى البحث عنها، فنرى أن الشرطة الإنجليزية تبحث بحفاوة وضراوة عن هذه الكاتبة وعن الذي جرى معها، خصوصا أنهم استدعوا زوجها فسألوه إن كان يعرف شيئا عنها. أخبرهم بأنه لا يعرف شيئا عنها وبأنها خرجت من المنزل بعد أن كان هناك نوع من المشادة الكلامية ومن الخلاف بينهما، فقد وقع زوجها في حب امرأة أخرى تدعى نيل، وقد صارحها بهذا الأمر وطلب منها الطلاق. من بعد يومين من هذا النقاش تغادر أغاثا كريستي المنزل ولا تعود. تختفي أغاثا كريستي في تلك الفترة، ويقوم جميع أفراد الشرطة والمفتشين والمحققين في إنجلترا بالبحث عن أغاثا كريستي، يحاولون أن يتحققوا من إن كانت هذه السيارة المركونة بجانب أحد الأنهار هي سيارتها، فيتأكدون منها لوجود أوراقها الثبوتية فيها. تختفي أغاثا كريستي ويحاول الجميع البحث عنها ويبحثون حتى باستخدام الطائرات والمروحيات لتفتيش السدود، حتى أنهم وصلوا إلى مرحلة أن يفرغوا بعض السدود من مياهها للوصول إلى هذه الكاتبة. كانت أغاثا كريستي كاتبة مشهورة جدا في بريطانيا ومعروفة بذكائها، لدرجة أنه تم استدعاء سير آرثر كونان دويل مؤلف سلسلة شيرلوك هولمز للبحث عنها. وكان من المعروف أن سير آرثر كونان دويل لديه ممارسات غريبة لها علاقة بالسحر الأسود، فذهب إلى أحد المشعوذين الذي طلب منه إحدى ممتلكات أغاثا كريستي، فأحضر سير آرثر كونان دويل قفازات أغاثا كريستي، ولم يتمكن هذا المنجم من الوصول إلى مكانها. اختفت أغاثا كريستي فترة 10 أيام ثم عادت في اليوم 11. عندما استجوبوها قالت أنها لا تذكر شيئا حصل معها خلال الأيام 11 السابقة، وسوى أنها قادت سيارتها إلى مكان معين وركنتها هناك، ولا تذكر شيئا ما حدث بعد ذلك. بقيت أغاثا كريستي متمسكة بهذه الحكاية طولة الوقت. عندما فحصها الأطباء شخصوها بأن لديها فقدانا للذاكرة المؤقت نتاجه تلك صدمة نفسية من طلب زوجها الانفصال عنها ليتزوج بامرأة أخرى. خلال بحثهم عنها قبل أن تعود وحصلوا على مكالمة من مجهول يقول بأن هناك امرأة تشبه بمواصفاتها مواصفات أغاثا كريستي، وقد حجزت بضعة ليال في فندق معين تحت اسم نيل، وكأنها إشارة غريبة لنيل حبيبة زوجها الذي طلب منها الطلاق. هل يا ترى أغاثا كريستي في تلك الفترة حقا كانت فاقدة للذاكرة؟ بقيت أغاثا كريستي محافظة على هذه الحكاية في ذهنها طيلة الوقت إلى أن توفت، ولم يتمكن أحد من أن يعثر على حكاية أخرى أو عن ثغرة معينة في حكايتها إلى يومنا هذا. لكن هل أرادت فترة تخرج فيها ما في قلبها؟ لأنها بعد أن عادت حصل زوجها على الطلاق وتزوجت هي برجل آخر كان أركيولوجيا معروفا، فتحولت الكثير من كتاباتها من بعد ذلك إلى أماكن لا يعرف عنها إلا علماء الأركيولوجي. فيبدو أنها كانت على علاقة جيدة مع زوجها التالي ووضعت كتاباتها بشكل يلمح إلى مدى تأثيره عليها وتحسينه من مزاجها. هذه كانت حكاية اختفاء أغاثا كريستي التي لا نعرف بالضبط إن كانت فقدان ذاكرة كما قال الأطباء، أم أننا أمام لغز لواحدة من جبابرة فن الجريمة أغاثا كريستي. دمتم أنتم وأصدقائكم وأحبائكم بخير وسلامة. يا جن العقلاء.